صلاتك وصيامك، الله سبحانه وتعالى غني عنهم طالما أن هذه الصلاة وهذا الصيام لم يترجم إلى سلوك عملي. أن الله سبحانه وتعالى قال: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. لازم تقوم بالأمرين معا، بالصلاة والصيام والعلاقة بينك وبين الله سبحانه وتعالى اللي هي القائمة على التقوى كما بدأنا، والعلاقة بينك وبين الناس، وإلا تكون مسلم مزيف. لما تكون علاقتك بالناس علاقة طيبة وسلوك حميد وقلبك نظيف، ولكنك لا تتقي الله ولا تقوم بالعلاقة بينك وبين الله اللي هي القائمة على التقوى من صلاة وصيام إلى آخر العبادات، وتقول مثلا أهم شيء القلب، يبقى أنت إنسان كذاب منافق. لا تعتمد في أقوالك إلا على اتباع الهوى، فمن اتبع هواه ضل وشقي. إنما العلاقة لازم تكون بينك وبين الله، والعلاقة قائمة على التقوى، والعلاقة بينك وبين الناس قائمة على حسن الخلق. لأن هذه الأمور، يعني أعطيك مثال، فرضا أنك أنت عندك عملة ورقية، العملة التي يتعامل بها الناس سواء كانت اليورو ولا الدرهم ولا الدينار ولا أي عملة من العملات، لها جانبين. إذا وجدت جانب واحد ولم تجد الجانب الآخر، يبقى هذه عملة مزيفة. فكذلك الجانب الذي بينك وبين الله سبحانه وتعالى، والجانب الذي بينك وبين الناس. إذا وجدت الجانب الذي بينك وبين الله سبحانه وتعالى، من ممكن أن تجد كثير من الناس هكذا يؤدون الصلاة وربما تجدهم في الصف الأول، ومع ذلك حينما يتعاملون مع الناس يبقى فيه غش وكذب وتدليس وأكل حقوق إلى آخره، يبقى ده مسلم مزيف. ممكن تجد إنسان آخر على النقيض يتعامل مع الناس بسلوك طيب، قلبه طيب، قلبه نظيف سليم الصدر، ولكن علاقته بالله سبحانه وتعالى علاقة سيئة لا يتقي الله سبحانه وتعالى فيها، يقصر في الصلاة بل يفرط فيها، فهذا أيضا إنسان مزيف أو مسلم مزيف كالعملة المزيفة. إذن أحباب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، منهجنا كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: اتق الله حيثما كنت وخالق الناس بخلق حسن.